كده باين عندك ان انا بعمل ريكورد. كده خلاص تمام. اوكي تمام ماشي الشباب. يلا النهارده بنتكلم في انكرج الاورثونتكس. ما اعرفش ممكن يكون في حد فيكم ارى عن الموضوع او لا. لكن احنا بوجه عام الاورثونتكس او انكرج ذا جنرال بنقول ان هو دعامه. عشان كده انا اول حاجه السلايد مش باينه يا دكتور. نعم السلايد مش باينه ليه يا ابني؟ ما كانت باينه دلوقتي. ماشي بسم الله. لحظه حبيبي. حاضر 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 حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. يس معلش بسيطه كده باينه يا ابني. تمام يا دكتور. تمام فعشان كده اول حاجه بعرضها ليكم بنقول ده الهلب بتاع السفينه او بتاع المركب. الهلب بيعمل ايه؟ زي ما انتم شايفينه كده على مركب صغيره او ممكن يكون على مركب كبيره، وده منظره مع المراكب عموما. وظيفه الهلب ان هو يثبت السفينه، يثبت السفينه ما يخليش المركب تمشي. الموج بتاع البحر هياخد السفينه ويمشي. عشان كده الهلب بيسموه المرساه. المرساه المرساه هي الانكرج. طب هو الانكرج دلوقتي او الهلب او المرساه اتعملت ايه؟ عملت منعت حركه السفينه الغير مرغوب فيها اللي احنا مش عاوزينها. المركب عموما او السفينه او وات ايفر بتمشي، كانت بتمشي زمان زي ما انتم شايفين في الصوره كده بالشراع. الشراع الهواء بيخبط في الشراع فبيحركها مع الموج بتاع الميه فبيحركها. يبقى هو استغل طاقه الرياح، استغل طاقه الامواج في ان هو يوجه السفينه ويحركها باستغلال هذه الطاقات. لكن لما يحب يوقف السفينه بتاعته يبقى هو مش محتاج الحركه دي. يبقى دي بالنسبه له بقت unwanted movement، بقت بالنسبه له unwanted movement. يبقى الهلب او المرساه وقف السفينه او قاوم ريزيست الـ unwanted movement اللي هو مش محتاجها دلوقتي، مش عاوزها دلوقتي، عايز السفينه تقف في مكان. هو نفس الكونسيبت اللي احنا بنستخدمه في الاورثودونتكس. اشهر مثال عندنا في الاورثودونتكس هو ان احنا بنعمل اكستراكشن فيرست بريمولر، وبعد كده نبدا نعمل ريتراكشن كناين، ذن ريتراكشن اوتيريورز. يبقى انا باخد التقويم عندي على تو ستيجز. اول ستيج انا بحضر الحاله بتاعتي وببدا اعمل اكستراكشن. تاني ستيج ان انا بعمل ريتراكشن للكناين. بعد ما عملت ريتراكشن كناين وجبته مكان الفيرست بريمورا اللي انا خلعته، ابدا احرك الانتيريور تيث عشان اعمل لهم ريتراكشن لورا او ريتروكلينيشن لورا. عشان احرك الكناين هحركه ازاي؟ عشان احرك الكناين هحركه ازاي؟ عشان احرك الكناين بستخدم زي ما قال لكم الدكتور محمود في محاضره الاورثونتك ابلاينسز، قال لك ان احنا عندنا اكتف كومبوننت. اكتف كومبوننت دي في صوره الاستكس مثلا او في صوره سبرينج او ماجنتس او ارش وايرز وات ايفر. خلينا في الالاستكس. فيبقى انا عندنا الاستيك رينج. الاستيك رينج بنمسك بيها الكناين ونشدها، نمطها ما بين الكناين وما بين مثلا الفيرست بيرمننت مولر. يبقى اصبح عندي دلوقتي الاستيك مشدود بين الكناين والفيرست بيرمننت مولر. انا عاوز ايه اصلا؟ انا عاوز احرك الكناين صح؟ طيب وانا لما شديت الاستيك ومطيته ما بين السنتين دول ايه اللي هيحصل؟ هيحصل القانون الثالث لنيوتن للحركه. قانون الحركه الثالث لنيوتن اللي هو لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. For every action there is a reaction equal in magnitude and opposite in direction. فبالتالي الاستيك المشدود بين السنتين ده بين الكناين والفيرست بيرمننت مولر هيبدا يحركهم الاثنين. الكناين يرجع لورا والفيرست بيرمننت مولر يتحرك لقدام. هل ده انا عاوزه؟ هل ده انا عاوزه؟ ده لو انا عاوزه خلاص ذاتس اوكي، مفيش مشكله خالص. وده بيحصل احيانا في حالات زي مثلا الميديان دياستما اللي هو الفلجه اللي بين الاسنان.
انا عايز اقرب التو سنترالز من بعض، فبروح مركب الاستكس ما بين الاثنين على الاتاتشمنت البراكت اللي انا ركبتها او تيوب وات ايفر يعني. وبالتالي الرايت سنترال بتتحرك نفس المقدار اللي الليفت سنترال بتتحرك، يبقى الاثنين بيتحركوا في نفس الاتجاه مع بعض نتيجه القانون الثالث لنيوتن، نتيجه الشد بتاع الالاستيك ما بينهم الاثنين، يبقى الاثنين هيحركوا ابروكسيميت تو اتش اصلا. وده بنسميه ريسيبروكال انكرج، وده بنسميه ريسيبروكال انكرج. لكن انا في الكيس اللي كنا بنتكلم فيها اللي ريتراكشن اوف كناين، انا مش عاوز الفيرست بيرمنت مور يتحرك لقدام. ليه؟ لان انا عملت اكستراكشن سبيس، عملت اخدت جبت سبيس بالاكستراكشن اللي هو عملت اكستراكشن للفيرست بيرمنت مولر، ام سوري فيرست بريمولر، فانا عاوز انقل الكناين كليه في هذا الفراغ علشان بعد كده اخد السبيس ده انقله عند الانسايزرز، اعمل ريليف للكراودنج واعمل ريتراكشن للانسايزرز. وبالتالي انا عندي الميز ديستال دايمنشن، الميز ديستال ويتس بتاع الفيرست بريمولر هو 7 مللي، انا مش عايز افقد منهم ولا مللي، مش عايز افقد منهم ولا مللي. يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج اعمل انكورج عند السكس، محتاج اعمل انكورج عند السكس. ليه؟ to resist unwanted tooth movement. يبقى انا محتاج انكورج اعمله عند السكس علشان امنعه يتحرك لقدام، لان هي دي الحركه اللي ممكن تحصل. انا شديت الالاستيك ما بين الكناين والفيرست بيرمنت مولر، فالكناين يتحرك لورا ويتحرك ديستال والفيرست بيرمنت مولر يتحرك ميزيال. انا مش عايز الحركه الميزيال بتاعت الفيرست بيرمنت مولر، يبقى دي بالنسبه لي ايه؟ unwanted، انا مش عاوزها unwanted tooth movement، يبقى انا محتاج اعمل انكورج هنا. هي دي الكونسبت بتاع الانكورج، ان انا بزود الانكورج في المكان اللي مش عاوز يتحرك. اوكي، عشان كده قلنا احنا نفس الحركه بتاعه المركب في البحر، فبينزل المرسات علشان مش تو ريزيست ان وونتد بوت موفمنت. احنا عندنا بقى ايه؟ انكورج از ا ريزيستنس تو ان وونتد تو موفمنت. دي مركب كبيرة برضو بالمرسات. بندي مثال تاني للأنكورج، وبنقول المثال بتاع شد الحبل، المثال اللي هو بتاع شد الحبل. في شد حبل بيحصل، شد الحبل عشان يحصل يبقى أنا عندي فريقين، فريق يمين وفريق شمال. مين اللي ممكن يفوز؟ هو ده نفس الكونسيبت بتاع الأنكورج. مين ممكن يفوز؟ اللي يفوز الفريق الأكثر عدداً، الفريق الاكثر خبره، الفريق الاكثر حجما، وهكذا. يبقى انا لما باجي اشد كناين ويز سنجل روت بشده على سكس ويز 3 روتس مالتي لوب مالتي روتد، يبقى اصبح دلوقتي بقى عندي زياده في العدد عند سكس. تعالى عاوز حاجه؟ لا انت عاوز لا شكرا. زيادة في العدد عند 6، طالما في زيادة في العدد عند 6، زيادة في السيرفيس اريا بتاعت الروس بتاعت ال 6 وال 5 كمان معاه، وممكن اخد ال 7 وممكن اركب ترانسبلاتال ارش اخد ال 6 في الازر في الكونترالاترال سايد، يبقى انا كده زودت الانكرز، زودت العدد وزودت العدة وزودت الحجم وزودت الخبرة اللي هي اتجاه الروتس، وبالتالي يبقى انا عندي ده المكسب اللي ممكن احتاجه. دايما الموفمنت بتاعت الاسنان بيحصل فيها روتيشن، دايما الموفمنت بتاعت الاسنان بيحصل فيها روتيشن اللي احنا بنسميه ايه؟ مومنت. مومنت هي تندنسي تو روتيشن، تندنسي تو روتيشن. ده الصوره اللي قدامنا دي بتقول ده سكس، سكس ده عليه تيوب، التيوب دي اوريدي على اهو، بنبدا نشد على الهوك بتاع السكس. السكس لو ما اتحركش من مكانه ميزيالي لكن بيحصل له روتيشن، بيحصل له روتيشن، وده اللي احنا بنسميه المومنت. يبقى المومنت دي لازم امنعها. دي المومنت او ده اتجاه المومنت، اوكي، وده السنتر اوف ريزيستنس اوكلوزالي، ودي الديستنس ما بين السنتر اوف روتيشن والفورس ابليكيشن او الفورس. دايما بتكون المومنت في نفس الاتجاه بتاع الشد، ولكن بتعمل روتيشن
كلوك وايز حوالين السنتر اوف ريزيستنس، يبقى ده اللاين اوف فورس وده المومنت دايركشن. ازاي هنمنعه بقى؟ ده زي ما انتم اخذتم قبل كده في التوس موفمنت، ده السنتر اوف ريزيستنس، السنتر اوف ريزيستنس، وبالتالي ده اللي بيحصل معاه المومنت، والمومنت ماجنتيود بتساوي الفورس ماجنتيود في المالتيبلايد باي ذا ديس فيرتيك بيربنديكولار ديستانس بتوين السنتر اوف ريزيستنس اند بوينت اوف فورس ابلكيشن. يعني انا لو عندي هنا فورس فور اكزامبل 50 جرام 50 جرام والمسافه ديت 10 مللي، يبقى بضرب 50 في 10 بتساوي 500، يبقى 500 جرام في مليمتر. دي الماجنتيود اوف فورس او ماجنتيود اوف مومنت. يس، يبقى اصبح عندي كل ما قلت المسافه ما بين الفورس ابلكيشن والسنتر اوف ريزيستنس كل ما قلت المومنت، وكل ما زادت المسافه كل ما زادت المومنت. علشان كده احنا بنقول اي سنه احنا بنحركها، لان الاسنان عندنا فيها خاصيه الامبيدد روتس. انا عندي بنقول الفري بودي، الفري بودي يعني اي جسم معلق في الهواء، لو انت ابلاي فورس عليه في السنتر اوف ماس اللي هو السنتر اوف ريزيستنس هيتحرك بودي. احنا عندنا الاسنان اوريدي موجوده في البول، فازاي هنوصل للسنتر اوف ريزيستنس؟ رقم واحد. رقم اتنين، اوريدي حوالين منها بون، عشان كده بيسموها امبيدد روت، وبالتالي ما بنقدرش نوصل للسنتر اوف ريزيستنس. علشان نوصل، مش بالظبط يعني نوصل للسنتر اوف ريزيستنس، لا، احنا بنحسب المومنت وبنعرف اتجاه المومنت اللي ممكن تحصل ونعمل كونترا لها، اوبزيت مومنت. يعني انا لما كنت بقول لك هنا انا بشد الساكس فبيحصل له روتيشن، طيب لما تيجي تشد معاه من الجنب الثاني علشان يعمل روتيشن في الجنب الثاني، يعني انا بشد الابيض فبيحصل روتيشن تو لينجوال، ولما اشد بلاتال او لينجوال هيحصل روتيشن تو ليبيان. يبقى الروتيشن اللي هيحصل نتيجه الشد الليبيان هيعارض الروتيشن اللي جاي من ناحيه اللينجوال رايح للليبيان، الاثنين هيتلاشوا بعض، الاثنين كانسل ايتش اذر، الاثنين كانسل ايتش اذر، يبقى انا كده ما بقاش عندي مومنت، وبالتالي الريزلتنت بتاعتي بقت بادلي ديسبليسمنت للسن. الموفمنت اللي قدام مننا دي بتاعت سنترال انسايزر او كناين انتيرير توث ويز سنجل روتد، وبالتالي حصل عندنا هنا تيبنج موفمنت. تيبنج موفمنت، تيبنج موفمنت يعني الكراون اتحرك في اتجاه، دي السنه الاساسيه، الكراون اتحرك بلاتل والروت اتحرك ليبيال، يبقى دي بنسميها كنترول تيبنج، والاصح نقول ان كنترول تيبنج. الموفمنت دي بقى بنسميها كنترول تيبنج. كنترول تيبنج يعني الروت ما اتحركش خالص ولكن الكراون هو اللي اتحرك، يبقى دي بنسميها كنترول تيبنج. دي احنا حركنا هنا الروت، يبقى الكراون هو اللي ثابت والروت هو اللي اتحرك، ده كان الاوريجينال بوزيشن اوف ذا روت، ولكن ده الريزلتنت بتاعه، ريزلتنت موفمنت، وبالتالي الروت هو اللي اتحرك. الروت هو اتحرك دي بنسميها تورك او كراون انكلينيشن. اوكي، ما علينا، ده ترانسفالتال، ده نيوتن سيرد لو، افري اكشن هاز ان ايكوال اند اوبزيت رياكشن. مويرس اير ريزيستنس تو ديسبليسمنت، ده اللي هو الانكرج، مش محتاجه كلكعه، لكن بروفيت هو اللي قال ريزيستنس تو انوانتد توس موفمنت، هو ده الانكرج، ده الديفينيشن اللي انا عايزك تعرفه، ده الديفينيشن اللي عايزك تكون فاهمه ومستوعبه، اللي هو انكرج از ا ريزيستنس تو انوانتد توس موفمنت. تعريفات كتيره، كل واحد عرفه بطريقته، كل واحد اتكلم عنه باسلوبه، لكن انا عايز اكون فاهم الكونسيبت. يبقى لما يتقال قدامك كلمه انكورج، لما يجي لك سؤال بيتكلم عن انكورج، لما ان شاء الله تدرس بوست جراديوت او تدرس في زماله او بورد او كده في اي مكان، تبقى مستوعب يعني ايه انكورج الى حد ما.
يبقى الانجر از ريزيستنت تو انوانتد توس موفمنت، مش عايزك تنساها. السورس اوف انكرج، السورس اوف انكرج هنجيب انكرج يبقى منين؟ منين هنجيب انكرج؟ هنعمل انكرج ازاي؟ الانكرج يا اما يكون عندنا دنتال يا اما يكون عندنا نون دنتال. دنتال يعني اسنان، اسنان يعني انا زي ما المثال اللي احنا طرحناه ان انا عندي سنه عايز اشدها ارجعها لورا، فهشدها على سنه من اللي موجودين ورا، يعني هشد الكناين على الفيرست بيرمانتمول. ده كده يبقى دنتال انكرج. ايا كان بقى انا المولر اللي انا هشد عليه اللي انا هستخدمه كانكر يونت سواء كنت حاطط عليه 1 اتاتشمنت، كنت حاطط عليه 2 اتاتشمنت، اوريدي عامل رينفورسمنت للمولر ده بترانسبالاتال او بنانس او باسيف لينجوال وات ايفر، هو ده دنتال انكرج. النون دنتال انكرج كتير بقى، النون دنتال انكرج ده نطلع بره البق خالص ويبقى اكسترا اورال انكرج، ندخل جوه البق ونقول انترا اورال انكرج. انترا اورال انكرج بقى جوه البق اللي هم بقى مين؟ ان انا ممكن استخدم ميني سكرو، ميني امبلت او مايكرو سكرو. في عندنا هنشرحها بعد شويه تيتانيوم سكروز بنستخدمها از ان انكرج، بنستخدمها از ان انكرج، بنبدا نربطها في العظم ودي بنسميها اوزياس انكرج. يبقى عندنا اكسترا اورال انكرج، انترا اورال انكرج، انترا اورال انكرج، ممكن يبقى عندي اوسياس انكرج او ماسكولار انكرج او ماسكولار انكرج. ماسكولار انكرج ان انا استخدم القوه بتاعت الماسلز اوف ذا ليب اور تشيك تو جين انكرج، تو جين انكرج. زي مثال عندنا اسمه ليب بامبر، ليب بامبر، ليب بامبر، ليب بامبر. ممكن يكون مر عليك في الديستاليزيشن لما كان الدكتور احمد بيشرح لك هاو تو جين سبيس. هو ابلاينس بسيط وظريف كده، بيتحط مثلا بيتحط في الاورال فيستيبيول، بيبقى راكب على التيوبس او البانس اللي موجوده على السكسس، وبالتالي بياخد الفورس من الليب بتوصل للبامبر، البامبر بيوصلها للمولرز فيعمل ديستاليزيشن للمولرز. كمان انا ممكن اركب عليها واشد عليها اعمل بروتراكشن للانتيريورز، وفي نفس الوقت انا عملت ريليف للماسل اوف ذا ليب، وبالتالي بشجع الماسل اوف ذا تانج فتعمل بروكلينيشن للانتيريورز. يبقى السورس اوف انكرج عندي دنتال وعندي نون دنتال. النون دنتال ممكن تكون اكسترا اورال او ممكن تكون انترا اورال. اوكي، الدنتال انكرج زي ما قلنا resistance offered by a tooth to a given force depends on the following factors. علشان نقول السنه دي تنفع انكرج او ما تنفعش انكرج، نشوف بقى البون اللي حوالين السنه اخباره ايه، هل هو كومباكت بون ولا سبونج بون، وبالتالي نشوف الريزيستنس اخبارها ايه. النمبر، اللينث، الشيب، سيرفيس اريا اوف ذا روتس. الروتس اللي هي الكونيكال بتبقى سهل قوي ان السنه بتاعتها تتحرك، وبالتالي هتبقى في الانكورج ضعيفه، لكن السنه اللي تكون تريانجولر او تكون ترابيزويدال او وات ايفر الشيب او الفورم بتاع الروتس او النمبر بتاع الروتس المالتي روتد اند سو اون، ده هيساعدنا اكتر في الانكورج. الدايركشن اوف ذا فورس، direction of the force relative to direction of natural growth. بمعنى احيانا بيبقى عندنا حالات زي ما اخدت في السيفالومتري كده اناليسيس ان احنا بنقول عليها steep mandibular growth. steep mandibular growth اللي هي الفرانكفورت mandibular بلين انجل بتكون اكتر من النورمال. النورمال اللي هو المفروض من 18 ل 25، نقول مثلا 35 40، فده بنسميه ستيب مانديبولار جروس. ستيب مانديبولار جروس يعني كانه كوبري، كانه منحدر، فما ينفعش تكون عندك مثلا لور فيرست بيرمنت مولر موجود مع ستيب مانديبولار بلين وتيجي تركب عليه عشان تشد كناين. الكناين ده اوريدي تحت سفح الجبل، تحت سفح الكوبري، وبتشده لفوق، يبقى ده اتجاه الجروس. هتلاقي اللي فوق اللي هو السكس على الستيب مانديبولار بلين هو اللي بيتحرك لتحت، بيجري لتحت، لكن اللي تحت اللي هو الكناين عشان تشيل تطلعه لفوق هتبقى فيه مشكله كبيره قوي،
وبالتالي هتلاقي نفسك لوس للانكروج وما عملتش اي بروجريشن في الكيس بتاعتك. التايب اوف فورس، التايب اوف فورس على حسب الفورس اللي انت بتستخدمها عشان تعمل موفمنت شكلها ايه. انت لو بتستخدم كابل اوف فورس اللي هي هتعمل بادي ديسبيسمنت لانها كانسلد، هتعمل تو مومنتس اوبزيت تو ايتش اذر هيعمل كانسليشن للمومنت، كانسليشن للتندنسي تو روتيشن، وبالتالي هيعمل بادي ديسبيسمنت. البادي ديسبيسمنت بتحتاج تبقى محتاجه فورس اكتر لان انت محتاج كابل اوف فورس. لكن السيمبل تيمنج، سيمبل تيمنج فورس دي بتكون فورس بسيطه جدا، مجرد ما تعمل لها ابلكيشن على التوث خلاص ما تلاقيش، يعني تبدا تعمل حركه للاسنان ما فيش اي مشكله منها اطلاقا خالص. يعني المانر اوف انترلوكين كاسبس على حسب الكاسب انترديجيتيشن، الكاسب انترديجيتيشن بتساعدك في الانكورج او تمنع منك الموفمنت، تيك كير اوف ات. بمعنى انا لو بعمل ريتراكشن، انا لو بعمل ريتراكشن ل ل ابر كناين، بعمل ريتراكشن لابر كناين، الابر كناين مثلا انت بتعمل ريتراكشن والمفروض الابر كناين بيقفل ديستال تو لور كناين اند ميزيال تو فيرست بريمولر اند ميزيال تو فيرست بريمولر. فانت جيت تعمل ريتراكشن للابر كناين، هو عامل لوكينج، عامل لوكينج عامل لوكينج للكناين، وبالتالي منع منك الانكرج، عمل انكرج اكتر عند الكناين، فبالتالي الكناين مش هيتحرك، مش هيحصل له ميزيال ديستال موفمنت. لما حصل لوك للكناين فكده زود الانكرج عند الكناين، وكده هيسمح بالموفمنت بتاعه السكسس اللي هو اقل في الانكرج، وبالتالي بوظ لك الكيس بتاعتك، بقى في سبيس لوس لان الميزيال ام سوري حصل ميزاليزيشن للبوستيريور سيجمنت، فحصل انكرج لوس او فايرنج للانكرج. يبقى اصبح الكاسب انترلوكينج ممكن يضر الحاله معاك لان هو ممكن هيشتغل عكسك، لكن لو في انتركاسبيشن كويس، في كاسبال انترلوكينج عند البوستيريورز اللي انت بتشد عليهم لكن ما فيش لوكينج عند الميزيال، ده هيساعدك في الحاله ويسمح لك بحركه اورثوتيك موفمنت كويسه جدا. الاذر نون دنتال سايتس اللي هي ستابلايزنج بليتس في ريموفال ابلاينسز، لما بنعمل الاكريليك بليتس وعمل الفيستونز ودخلت في البريجرز، ده هيساعدك في الانكرج. الماسكلر بريجر نفس الحكايه، اوكسيبيتال اند سيرفايكال هيد جيرز اللي هي احنا بقى شغالين اكسترا اورال بقى. يبقى التايبس اوف انكرج انترا اورال او اكسترا اورال. الاكسترا اورال ممكن تكون فيشيال اللي هي الفيس ماسك، او سيرفايكال نيك ستراب، او من الاوكسيبيتال بون تبقى الهيد جير. الانترا اورال حاجات كتيره جدا زي التوث بورن او التيشو بورن، والتوث بورن بنقسمها انترا ماكسيلاري وانتر ماكسيلاري، وده هنتكلم عنه بتفصيل بعد شويه. الانتر ماكسيلاري والانترا ماكسيلاري بنقسمهم الى سيمبل وستيشنري وريسيبروكال، و ايا كان الاثنين بيتقسموا الى سنجل اور كومباوند. سنجل بتعني ان هي سنه واحده. اي حبيبي اتفضل. السلايد ايه؟ السلايد ما بتقلبش عندك. السلايد ما بتقلبش عندك؟ اه. اصبر عليها تقلب دلوقتي. يا رحيم العفو يا رب العالمين. قلبت يا حبيبي؟ لا لسه دكتور، واقف عند رقم 3. واقف عند رقم 3 لسه؟ رقم 3 ده بعيد خالص يا ابني، احنا قلبنا كتير قوي. ما بتقلبش من ساعتها، بس انا قلت يمكن النت ولا حاجه، بس ما بتقلبش. اه
شباب كله كده ولا ايه؟ ايوه يا دكتور ما تقلقش. كله برضه ما بيقلبش؟ طب وبعدين بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طب كده بتقلب ولا لا؟ لا لسه برضه ما بتقلبش؟ لا ما فيش تقليب برضه؟ ممكن ما تعملش فول سكرين يا دكتور، ممكن تقلب بعدها. انا ما انا مش عامل دلوقتي فول سكرين، انا يا عم خرجت سكرين. لسه عندنا فول سكرين، ظهر عندنا فول سكرين. وبعدين بقى طيب خلينا نوقف شير ونرجع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهرت عندك لسه بتحمل يا دكتور. لسه بتحمل؟ ايه الاخبار؟ لسه دكتور، لسه دكتور ما فيش شيء. لا ما اعرفش، ما بيشيرش، شغال بس مش بيشير. ممكن تعمل له شير من على اللاب على طول يا دكتور بدل المايكروسوفت.
اشرحها يا اخي، انا اقسم من الده. ايه الاخبار؟ ايه مفيش حاجه ظاهره يا دكتور برضو. طب ليه ممكن تكمل شرح بقى؟ خلاص يا دكتور مش مشكله بقى. ايوه بس ليه 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 الشير مش شغال؟ ليه؟ والله مش عارف يا دكتور. ممكن تعمل لها شير يا دكتور من على اللابتوب بنفسه يا دكتور. الشاشة نفسها. المشكلة مش في البرنامج خالص، المشكلة واضح إن هي طيب. حلو شاطر، أمال في إيه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزهم يكملوا 50. مايك يا رجالة، اللي فتح المايك ايه؟
ثواني ثواني. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا طيب نرفع التاني كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الكلب ده كان ممكن تخز
دكتور موجود يا رجاله؟ لا يا جدعان مش عارف لو كده حد يخليه في الريكورد.
اسلام عامر المايك. اسلام عامر Thank you.
السلام عليكم شباب. طب حضرتك يا دكتور كده في شير يا ابني ولا مفيش؟ مفيش يا دكتور، مش على ظهر. لا مفيش. حاول على قد الامكان احنا عليها ناصح. طب يا دكتور ممكن حضرتك تسجل مثلا المحاضرة وترفعها لنا، لان احنا خلاص في محاضرة تانية هتبتدي دلوقتي. طيب اوكي ماشي، حاضر حاضر يا دكاترة، اتفضل اتفضل يا ابني اتفضل. شكرا دكتور، عن اذن حضرتك. اتفضل، الف سلامة، مع السلامة. دكتور Thank you.